واحد على ثلاثة واحد على ثلاثة واحد على خمسة نعم واحد على 12 طيب فيش فيها شرط ثالث شو فيش شرط ثالث واحد على 20 واحد على 20 واحد على 20 طيب نعم اكتشفت شيء؟ بطلع على المشتري اللي هو واحد على 2 اكتشفت شيء؟ والله مش كده اها نطلع نص عامل مشترك طلع نص عامل مشترك صفي واحد صفي اذا نطلع نص عامل مشترك بس انا مش كده سكور من سريع شوي مبدا هذا بنشوف صفي هاي واحد في ثلاث أربعة أربعة لا ستة 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 نغير شكل الفورم انا مش متوقع انا بسكور من السنة لا مفيش حد لازم يكون مايكس عشان اوكي محمد بلش يحكي صح بعدين سرع وانت بلشت تحكي صح نعم ابنوا على كلامه ابنوا على كلامه ايش صار ما كنت هي هاي صح ايش حكينا انت حكيت نلعب بها لازم نلعب فيها يلا العب بها عشان نسوي تلسكوب هاش بتساوي؟ واحد على واحد على كي ناقص ايش ناقص؟ احكي ايش ناقص؟ واحد على كي زائد واحد شو اسمك انت؟ تغريد شاطر طب وين السالب جدا؟ طب انا كتبت زي ما كتبت انا كتبت زي ما كتبت صحيح انا كتبت زي ما كتبت بعرف صح ولا لا بعرف صح ولا لا هذا نجرب هذا نجرب هل هاي نفتح نفسي على النتيجه ولا لا؟ مضبوط هذا نجرب نجرب كيف؟ زائد ناقص كي على كي على كي زائد كي زائد كي زائد واحد الله يسلمك 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 ناقص نص ظليت شطبين لا وين لحد واحد على
شكرا. مزبوطة؟ شفتوا كيف شو التلسكوبي؟ شو التلسكوبي؟ انه انا بصراحة بفرض الطريق عشان اعمل كنسلات، انا اختصرها وصفي على شكل اسهل من الصميشن. اذا انا هيك مرات بود مرات ما فيش، مش دائما هذا كلام بيجي. في اي سؤال لحد الان؟ في اي سؤال؟ طيب خلينا نشد حالنا عشان نخلص السكشن. هلا ناخذ البرودكت. البرودكت مش حيغلبنا لانه نفس الفكره. في البرودكت شو عندي؟ كمان مره عندي هاي، انا بدي مضروب، بدي مضروب لما بقول ال كي معناته بدي اضرب اي واحد بدل ان سوري ال كي زائد ضرب ام زائد واحد الى اوصل للال، فمضروب. زي اذا بدي مضروب ها الكي من واحد لخمسة، يعني مضروب من واحد لخمسة، واحد ضرب اثنين ضرب ثلاثة ضرب أربعة ضرب خمسة. أو إذا في عندي حد زي ها من واحد لواحد، من واحد لواحد، فبصير واحد على اثنين. والمجرى نفس الفكرة ما بدهاش. وهذا بقودنا إننا كمان ندرس شو هو؟ فاكتوريال. فاكتوريال هاتوا لي بعد الديفينيشن. For each positive integer n, the quantity in factorial denoted in ما أشرت تعرفه is defined to be the product of all the integers from 1 to n. يعني مضروب العشرة هو 1 ضرب 2، ببلش من وين؟ من الواحد للعشرة ضرب. زيرو فيكتوريال دينوتد زيرو شرط تعجب هو بيساوي، وهاي مثال على علم. هلا هذا التعريف ونفسه في تعريف اخر للفيكتوريال بنسميه ريكيرسيف ديفينيشن، انه لو عندي اي سوري لو عندي مثلا مضروب بالثلاث سمبلي هل ان واحد اذا كانت ان واحد صفر صفر انا ما بعرف، بس اذا ما كانت صفر هو بصير ايش؟ مضروب الثلاث بصير مضروب ثلاث في 2 ناقص 1 مضروب لا 2 مضروب 3 ضرب مضروب 2 ايوه 3 ناقص 1 صح؟ معناها 2 ضرب مضروب 1 برد ارجع احسب مضروب 2 هذا الريكيرسيف ديفينيشن واضح ولا لكم؟ ولا لا؟ كيف نعمل بروف ان فاكتوريال صفر هو واحد؟ هاي باي ديفولت خلص هاي باي ديفينيشن لانه اذا بصير ما مش هيك اعطاك اياها ديفينيشن؟ ديفينيشن لا وذ باك هي عمليه هاي مش نظريه هاي ديفينيشن طيب فبس اهم شيء هذا انتهى كمان مره لما بقول لكم شو مضروب ال 20 20 بقول لي هي 20 ضرب مضروب 19 عرفها رد حط لي اياها ريكيرسيف 19 هلا فانا حدد اذا كان واحد اذا كانت صفر مضروبها واحد سم الكيس بينما فهاي برضه بالمضروب على اي حال هاي شغله طيب خلينا نشوف بس نتعلم كمان هيك ناخذ شويه مهاره في التعامل مع الفاكتوريال لو عندي مضروب السبعة مضروب الثمانية لو عندي مضروب الخمسة على مضروب الاثنين ضرب مضروب الثلاث اللي هي بتصير وكانت خمسة ضرب أربعة ضرب مضروب الثلاث على مضروب الاثنين في مضروب الثلاث بشطب هاي مع هاي بصفي 20 هاي مضروب الاثنين قد ايه؟ 2 بقدر كمان اقول هاي واحد هاي 2 ويساوي 10 طب اذا كانت زي هاي مضروب بالان فان زائد واحد مضروب بالان زائد واحد انا مضروب بالان مضروب بالان زائد واحد في ايه؟ ان زائد واحد مضروب على في مضروب الان مش معنى قسمها واحد
ان تا ان ناقص واحد تا ان ناقص اثنين تا ان ناقص ثلاث مضروب على ان ناقص ثلاث مضروب مش الكل لا الأخيرة ما بتصعبش عندي لا سوري برا الكوس مضروب برا وفي الفوق المضروب برا الكوس طب صف اثنين في ناقص واحد في ناقص طيب ناخذ كمان ديفينيشنز ناخذ كمان ديفينيشنز لو عندي انا في خصائص البرودكتس والسميشن لو عندي مجموع او سميشن لا ال كي معايته زائد مجموع لبيلكي بس ايش؟ نفس ال هيا سعيد ها شو بقدر اسوي؟ بقدر اجمعهم مباشرة ها؟ بقدر اجمعهم مباشرة مثال عليها مجموع من الواحد معي تخليك معها مجموع من الواحد من الواحد مجموع هيك خليها هيك من الواحد للثلاث كثير واحد زائد اثنين زائد كثير طلع ستة ستة احفظوا ولو عندي بدي اجمع هاي من واحد للثلاث بالثلاث بدي اجمع كي تربيع كي زائد كي تربيع كثير طلع 14 14 وهون كثير ستة كده يطلع طيب لو عندي هاي خليها نفس من واحد للثلاث وعندي هاي كي تربيع وهذه كي كم يطلع زبطت بس هذا لا طب لو عندي لو عندي ثالث بدي اضربه في السميشن دخل جوا بطلع برا السر يعني هون هاي بقدر ارفعها برا او هاي بقدر ارفعها واضحة؟ في اي سؤال؟ طيب لو عندي مضروب ضرب مضروب نفس السميشن زي السميشن زي السميشن بس مضروب واضح انه هذا سهل عليكم؟ اخذناها في الكالكولاس اللي ما اخذتوهوش في الكالكولاس انا باكد لكم معلش اللي ما اخذتوهوش في الكالكولاس هاي اخذناها في السي وفي الجبر هاي اخذتوها في السي وفي الجبر بس ما ربطوش الكالكولاس مع السي والجبر هذا ايش يعني؟ يعني لو عندي انا لو عندي هذا ناخذها عشان نسيب لو عندي انا اكس تساوي 10 بعدين بتعمل 4 من 1 من هاي بتساوي 1 2 مثلا 5 وعندي مدقوت بقول مثلا اي بتساوي اي زائد 1 فر عليها صح؟ بس ها؟ والله بس بس هاي مش قضيه اقول لك لا سوري انا مش هيك انا هم خلي واي واي بتساوي عشان اسجل السمج بتساوي اي بس او بتساوي واي زائد اي هاي شو شو بتساوي الحال هاي بتزيد اللوب بتعمل معي انتو يا شباب هاي بس هاي بس تسجل اللوب هاي بتخزن اي واحد تعملي خليها كده بتسجل اي واحد واحد زائد اثنين زائد ثلاثة زائد اربعة طيب هلا عندي هاي اكس بعد ما خلصت اللوب قولي واي بتساوي واي بتساوي واي ضرب اكس بس هاي لازم برا اللوب هاي برا اللوب جملة واحدة واضح؟ هلا هاي اللوب انتبهوا معي مجموعة
له. او اني اجي اقول جملة هون انه ايش اكس يعني بدي اضرب كل مرة اكس واي بتساوي اكس واي زائد اي كل مرة بدي اضرب او بقدر اضربهم مرة واحدة. شفتوا الفرق؟ هذا هو اللي بقول لك هاي بتزبط اعطوا بتزبط. احنا في الديسكريت درسنا انه من خصائص السميشن اني انا بقدر اعملها هيك. او اذا عندي هاي عندي لوب ولوب بدي الف عليهم واحسبهم بقدر احطهم كلهم بنفس الجمله. او المضروب ركزي معي مش يقول مش مركز معي بيجي كل بالامتحان استاذ تجاهل كل البرمجي يعني ما اخر بدي اغير هاي السميشن من 1 ل 7
بشرط انه واحد جي تساوي كيز عم بستعمل جي يعني بستعمل جي من اثنين من واحد لسبعة. هلا بما انه بتحكم بسرعة هلا بما انه هون عندي كيش تساوي جي ناقص واحد على ايه؟ هلا لما كي كانت تساوي صفر هذا الحد شو كان؟ لما كي كانت تساوي صفر هاي شو كانت؟ واحد على تساوي واحد على واحد واحد. طيب اذا جي هلا قديش جي لازم تساوي؟ واحد عشان نطلع نفس النتيجة؟ واحد ولا سبعة ولا تساوي واحد واحد عجيب. أبلش من وين؟ من واحد لسبعة. من الصفر؟ من واحد. جيت بلش من واحد. لسبعة. طيب إذا هذا في شيء غيره؟ واحد على جيب. واحد على جيب. واحد على جيب. عشان ها إذا تبلش من الواحد هتصير ها عشان تطلع واحد على واحد يعني تبلش من نفترض الجدل إنها طلعت معايا بس سبعة مش بس كتبت كمان جي ناقص واحد زائد واحد صفر جي. طيب هلا لما كي بتساوي ستة قديش كانت النتيجة؟ واحد على سبعة. كي جي بتساوي قديش عشان تطلع معي واحد على سبعة؟ سبعة تطلع على سبعة واضحة؟ كيف أنا طلعت بهاي؟ هاي السميشن وهاي السميشن شو معنون؟ إيه؟ يعني هاي اللوب وهاي اللوب بطلعوا لي نفس النتائج. فكروا لوبس يعني ممكن أجيب لك الامتحان تو لوبس بقول لك هل هذا اللوب إيه؟ شو بدك تساوي؟ بدك تحول اللوب ل نوتيشن تبعك للسميشن وتجرب صح؟ أو أقول لك عندك هاي اللوب عشان تطلع لي نفس النتيجة بداية من اللي بتروح للثاني. نعم علينا بس شوي سيري هاي واحدة ثانية. لو بتبلش جي بتساوي كي ناقص واحد. بصير جي زائد واحد. نعم، شو بتساوي؟ جي من صفر. جي من صفر. صفر. شوي بس أتأكد. أوكي. نعم. بلش من الصفر. هلا هاي كي هاي جي بتساوي كي زائد كي ناقص واحد. يعني كي بتساوي جي زائد واحد. جي زائد واحد. ها هاي شو تطلع معاه؟ جي زائد واحد على ان جي زائد واحد طيب هلا لما بلشت من واحد قديش كانت النتيجه هو؟ واحد على واحد على ان زائد واحد سوري اول حد شو كان؟ واحد على ان زائد واحد طيب يعني من جزء هاي تبلش من صفر بصير تجرب هذا لازم تجرب اول حد شو هو المسير؟ اللي هو وان زائد واحد هاي صفر زائد واحد يعني واحد على ان زائد طيب هون هلا نجرب لما هاك هذا شو كان نتيجه ان زائد واحد على على اثنين ان زائد واحد مزبوط كمان مره اخر حد هون شو كان ان زائد واحد على اثنين ان زائد واحد صح هذا الحال الحالي هذا طيب الحالي هاي أم زائد واحد.
بتصير ان زائد ان زائد واحد على ان زائد ان زائد واحد. مضبوطة؟ لا ان زائد هاي ما نبلش من الصفر. هلا هون شو كان اخر حال؟ ان كان اخر حال بدي احط ان زائد واحد وتحكي صح؟ فبصير ان زائد واحد على ان زائد ان زائد واحد، يعني واحد على ان زائد واحد على ان زائد واحد على اثنين ان زائد واحد صح؟ هذا بالحاله بدون تغيير. هلا هون ونفس الشيء اذا هي ان بصير ان زائد واحد على ام زائد جي، هون شيء يصير ام زائد واحد. طيب واضح منيح؟ في اي سؤال؟ واو هاتوا نشوف اخر شغلتين هذول قررت ما اشرحش عنهم. ليش؟ لانه لو بدي اشرح عنهم هو نفس الكلام اللي قلته من اول محاضره لحد اليوم بده يطبق. شو اول شيء؟ هل في فرق بين هاي وهاي وهاي؟ هاي بلشت لا نفس من واحد لان من واحد لان، وهاي جي من واحد من صفر لان ان ناقص واحد. شو يعني؟ من واحد لان ها؟ عوض نفس الشيء تطلع؟ والثالثة نفس الشيء. طيب تعتمدوش فقط على حدثكم وعلى ما انتم من برمجي هون، لانه هون حناخذ شغلات اعقد من اللي انتم تعرفوها بالبرمجه. فاهم ايش تحول الى تحول للنوتيشن تبعتنا وتفكر. هلا عندنا هاي شو هاي بتساوي؟ مجموع اي الكي، تخيل الاي هون شيء قريب الاندكس تبعها كيو من واحد لاي. لو بدي اسويها لو بدي اسويها برنامج بقول اس بيساوي اي واحد وببلش ببلش بروح من اثنين لان كل مره بحط اس زائد او بقدر شو اسوي؟ من الصفر ابلش بس نو بعمل بسفر هاي بس عشان استعمل يعني بس عشان اكد انه في صفر المجموع وببلش من واحد لان صح؟ ف شايفين هذه نفس وهي نطلع نفس الشيء. هلا هذا الكلام بناء عليه هلا اول كويستشنز في الامتحانات كلها ايش؟ كلها حتشوفوها برمجي. يعني لو بدنا نشوف خلصت انا بس لو بدي اقول له غير اعطيك لوب واقول لك بلش من هون شو بدك تساوي؟ تحط تصاميم شو تشتغل بنفس الطريقه نرجع يا خلينا نرجع معلش. او هاي ممكن اجيب لك سؤال اقول لك هاي اللي هو وغير لي من وين ابدا او اجيب لك تو لوبس واقول لك هل هم بالضبط زي بعض او لا. وهذا نفس الشيء هذا كله من دراسه. واضح الكلام؟ في اي شغله؟ طيب معلش